دي المكنة اللي بيدهنوا بيها الأرض. بصوا هي فيها عجل أهو، العجل ده بيدهن الأرض أصفر أهو عشان العربيات، ده زي السور اللي بيمنع العربيات، طالما في اتنين أصفر ما تقدرش تعدي من تعبر للطريق التاني، لازم يكون حاجة فاضية كده عشان تقدر تعدي الناحية التانية، إنما طالما في اتنين أصفر دي غرامة على طول، فلازم بيعملوها في بداية الصيف كده عشان تبقى بالعربية من غير بني آدم ولا حاجة، بعجلة كده العربية فيها عجل يمشي عليها.